السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في فيديو جديد من فيديوهات اللور اكستريميتي، وهنشرح فحص جديد في ويعتبر من اخر فحوصات اللور اكستريميتي، هو البلفيس اند هيب بوس هيبس اكس راي. طبعا بداية هناخد ان شاء الله نبذة تشريحية عن البلفيس عموما، وهنشوف ايه العظام اللي موجودة فيه عشان نعرف البوزيشنز اللي هناخدها، ايه اللي بيظهر فيها بالظبط، وايه المهم فيها وايه اللي مش مهم. مبدئيا كده لما اجي ابص على البلفس، زي ما حضراتكم شايفين البلفس ده التقاء اكتر من عظمة بيكون لي البلفس كله. من اعلى طبعا البلفس بيتمفصل من الجانبين بالساكرال سباين عشان يكون لي رايت ساكرويليك جوينت وليفت ساكرويليك جوينت. زي ما حضراتكم شايفين المفصل ما بين الساكرم وما بين الاليك ريست هو الساكرويليك جوينت، ملتصق طبعا بالساكرويليك او بالساكرم عموما، عظمة اسمها الاليك كريست او كريست اوف اليوم. طبعا تحتها شوية بيكون دي الاليوم نفسها، تمام. من فوق اخرها طبعا من فوق اسمه الكريست اوف اليوم او اليك كريست زي ما احنا متعودين نقول. العظمه نفسها اسمها الاليوم زي ما حضراتكم شايفين، كل حاجه من دي بيبقى ليها رايت وليفت، تمام. لما ننزل تحت شويه، طبعا احنا بنتكلم ناحيه الرايت، خليك معايا ناحيه الرايت، العلامه مارك تحت هي رايت، خليك كل كلامنا على الرايت، وبعد كده ننتقل ان شاء الله على الليفت ونتكلم في العظام اللي موجوده. طبعا العظام اللي موجوده دلوقتي موجوده بايلاترال، اي عظمه بنتكلم عنها دلوقتي بنتكلم عنها بايلاترال ما عدا حاجه واحده هبقول لك عليها في الاخر، تمام. طبعا لما نخلص عظمه الاليوم هننزل تحت شويه، هتلاقي على اليمين على اليمين كده هتلاقي موجود الانتيريور سوبيريور اليكس اليكس سباين، دي اللي بنسميها بالعربي الشوكه الحركفيه الاماميه العليا. بتكون ظاهرة زي ما حضراتكم شايفين كده. لما انزل تحت شوية هلاقي الانتيريور انفيريور اليك سباين اللي هو الشوكة الحركفية الامامية السفلى، طبعا دي موجودة في الرايت وموجودة في الليفت الناحية التانية. لما ننزل تحت شوية هتلاقي السوبيريور ريمس اوف بيوبس اللي هو زي ما بنقول كده الريشة العليا للبيوبيك بون. هننزل تحت شوية هتلاقي الاوبتيوريتور فورامين بتاعت البيوبيك بون. تحت خالص هتلاقي الاسكيال توبريستي بتاع البيوبيك بون او اللي بنقول عليه اللي هو الانفيرو ريمس للبيوبيك بون. لما نيجي ننتقل الناحية التانية ناحية الليفت بيكون في بعض العظام برضو اللي هتظهر معايا، العظام دي برضو بتكون موجودة بايلاترال، بتكون موجودة في الرايت والليفت. بص معايا كده ناحية الليفت من بداية من فوق خالص، اول حاجه معايا خالص فوق اللي هي الفيفث لامبر فيرتبرا اللي هو الفقره القطنيه الخامسه. لما انزل تحت طبعا بيكون موجود الساكرم في المنتصف زي ما انت شايف، على الشمال بيكون في رايت وليفت طبعا، يعني بيكون في رايت اليك وليفت اليك زي ما انت شايف. طبعا لما انزل تحت شويه بالنسبه للاليك، بص على الشمال معايا هتلاقي حاجه اسمها بوستيريور انفيرور سباين اللي هو الشوكه السفليه الخلفيه، بتكون موجوده وظاهره ناحيه الميديال زي ما انت شايف. لما انزل تحت شويه هلاقي حاجه اسمها الجريتر سياتيك نوتش اللي هو البروسيس يعتبر بتاع السياتيك، بيكون شكله زي ما انت شايف قدامك. لما انزل تحت طبعا بلاقي العظمه، عظمه اللي بيكون الهيد اوف فيمر متمفصل معاها بالنسبه للهيب عموما، بيكون في حاجه اسمها الاستابلم. لما انزل تحت طبعا هلاقي الفيمورال هيد اللي هي بتكون متمفصله مع الاستابلم. انزل تحت شويه هلاقي الفيمورال نيك اللي هو رقبه عظمه الفخذ، خلينا نتكلم انجلش احسن. طبعا هتلاقي الفيمورال نيك. لما تنزل تحت شويه هتلاقي الانتر تروكانتريك. لما تنزل تحت شويه او اسمها الانتر تروكانتريك كريست. لما انزل تحت شويه هتلاقي على ناحيه اللاترالي بتلاقي جريتر تروكانتريك، وميديالي بتلاقي الليسر تروكانتريك، ولما تنزل تحت شويه تلاقي الفيمر بتاعك. طبعا بيكون في جزء بسيط كده في المفصل الهيد اسمه فوفيا، ده جزء بسيط جدا بيكون موجود في الهيب جوينت.
طبعا لما اجي اربط بين الناحيتين بين الرايت وبين الليفت بيكون في المنتصف من فوق من اعلى زي ما حضراتكم شايفين بيكون في السكرم بيمسك الرايت الياك كريست او الرايت الياك والليفت الياك. من تحت طبعا البلفس من تحت خالص بيكون في ارتفاق بين البيوبس بون بيكون اسمه السيمفيسس بيوبس اللي احنا بنقول عليه الارتفاق العيني. وكده الحمد لله نكون عرفنا كل العظام اللي موجوده في البلفس. وان شاء الله يلا بينا باذن الله ننتقل مع بعض على البوزيشنز اللي موجوده للبلفس اند هيب جوينت. يلا بينا. اول بوزيشن معايا بيكون هو الاي بي زي ما حضراتكم شايفين. التصوير طبعا بيكون الكاسيت محطوط بالعرض، السنترال راي بيكون فوق في منتصف البلفس مباشره على منطقه الساكرام زي ما انتم شايفين. الكاسيت طبعا بيكون بالعرض عشان يشمل البوز هيبس مع بعض. بحاول ان انا بقدر الامكان لما بمد رجل العيان وركبته طبعا بتكون مفروده عشان الهيب يظهر مظبوط، بخلي مشطين القدم ملفوفين ناحيه الداخل بزاويه بحوالي من 10 ل 15 درجه. بعمل يعني يعتبر سيمبل انترنال روتيشن بحيث ان انا اظهر البلفس في شكله الطبيعي. ودي طبعا صوره الاكس راي بالنسبه للبلفس والبوس هيبس مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين البوس اليا كريست ظاهره معايا كويس، البوس هيبس ظاهرين معايا كويس جدا، البيوبس تحت ظاهر معايا كويس، وبجيب جزء من اللمبر من فوق مع الساكرام بحيث ابقى شامل كل عظام الحوض ما يبقاش فيه اي حاجه مقطوشه. اهم حاجه برده من الرايت والليفت الجريتا تروكانتريك ما تتقطش معايا نهائي، لازم تظهر معايا عشان لو فيها اي مشكله تظهر معانا ان شاء الله. البوزيشن اللي بعد كده اسمه فروج او بلفس لاترال بوس هيبس. ده اسمه لاترال بوس هيبس او الفروج بوزيشن اللي بيجيب البوس هيبس معايا لاترال. زي ما حضراتكم شايفين العيان طبعا بيكون نايم صبين، بحاول اتني الركبتين واعمل لهم ابدكشن بعيد عن بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، واخلي مشطين القدم لبعضهم، واحاول ان انا اتني الركبتين على قد ما اقدر علشان خاطر يظهر معايا البوس هيبس في وضع اللاترال. الكاسيت طبعا بيكون بالعرض زي ما اتفقنا، السنتر راي في منتصف البلفس عشان خاطر اظهر البوس هيبس كاملين. ودي طبعا الاكس ريفيو بالنسبه للبوس هيبس لاترال او الفروج زي ما هتلاقيه دايما في الريكوستات مكتوب بوس هيبس لاترال او فروج بوزيشن. لما اجي اتكلم عن وان هيب كل واحد لوحده، وليكن مثلا هنتكلم عن الرايت هيب لوحده، فبخلي السنتر ري بتاعي في منتصف الهيب مباشرة بحيث بخليه طبعا فوق الفيمورال هيد السنتر راي بتاعي، وسنتر الهيب في منتصف الكاسيت. طبعا العيان بيكون نايم صبين، نفس البوزيشن اللي اتفقنا عليه مشطين القدم بيكونوا للداخل. ده لو هشتغل على رايت هيب او ليفت هيب كل على حده. زي ما حضراتكم شايفين دي الاكس ريفيو بالنسبه للرايت هيب اللي احنا كنا بنصورها او شايفين البوزيشن بتاعها دلوقتي. هي نفس البوزيشن بتاع البلفس، ولكن اكتر تركيزي بيكون على الهيب فقط لا غير. بجيب الهيب واجيب جزء من البيوبس من تحت، وبجيب جزء من الالياك من فوق، وبجيب الجريتر تروكانتريك بشكل واضح، واجيب جزء من الفيمر معايا بحيث يبقى الهيب ظاهر معايا بشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين. لما اجي اتكلم عن وان هيب لاترال، لما اجي اتكلم عن مفصل واحد لوحده في وضع اللاترال، بحاول ان انا انيم العيان على جنبه بحيث ان انا اضمن ان اللاترال يظهر معايا بشكل كويس جدا، مش هيبقى فروك بقى. بحاول انيمه على جنبه قدر المستطاع على قد ما اقدر، واتني الركبه شويه زي ما كنت عامل برده في الفروج، ولكن المره دي هو نايم على ان هو طبعا بيكون نايم على جنبه على الناحيه المصابه، فبتني الرجل المصابه زي ما حضراتكم شايفين وبصور بالوضع ده، فبيظهر معايا اللاترال كويس جدا. اهم حاجه ان انا ما اقطعش اي حاجه، اجيب جزء من البلفس واجيب جزء من الالياك من فوق وجزء من الفيمر من تحت بشكل كبير زي ما حضراتكم شايفين. السنتر راي بتاعي فوق الفيمورال هيد مباشره عشان خاطر تظهر معايا بشكل كويس جدا والهيب يظهر معايا بشكل كويس جدا. ودي طبعا الاكس راي فيو بالنسبه للهيب لاترال فيو. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من فحص البلفس بالاوضاع الروتينيه بتاعته اللي هي الروتين بوزيشنز.
وعرفنا طبعا ايه هي. طبعا بتكون بالنسبه للبلفس عموما باخد الاي بي والفروج او البوست لاترال هيبس بيكون هو الفروج، وبالنسبه لو هشتغل على كل هيب لوحده باخد الاي بي بتاعه بسنتره لوحده وباخد اللاترال، وعرفنا بنعمل كل الاوضاع دي ازاي. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من الفيديو ده. ان شاء الله هيكون في فيديوهات قادمه هنتكلم فيها عن السبيشال فيوز او السبيشال بوزيشنز بالنسبه للبلفس، وناخد كل الاوضاع اللي انت بتفكر فيها دلوقتي ان شاء الله هنشرحها مع بعض بشكل واضح باذن الله في الفيديو القادم. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات القادمه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.